شرعا وعقلا أن يقف الإنسان معها هي الظلامة التي يمر بها الشيخ النمر. الشيخ النمر فرج الله عنه هذا شخص من أبناء مجتمعنا، والعمل الذي قام به من مطالبة، من كلام، من محاضرات، من كتابة، من غير ذلك، ما في شيء شخصي له، وإنما هو لسان حال المجتمع. لسان حال المجتمع، الناس يريدون وظائف، يبغوا إزالة تمييز طائفي، يريدوا العدالة، الحرية، الكرامة وغير ذلك. الرجل كان لسانا للآخرين، كان لسانا متحدثا عن ضمير المجتمع. الآن الرجل يمر بلحظات من اللحظات الكئيبة الحزينة، هذه اللحظات تستدعي منا جميعا التضامن، أنه الإنسان يقف معه نفسيا، لفظيا، عمليا، بالدعاء، بالعمل، بالقول، بالكلام، بما يستطيع أن يقدمه إليه، لأنه هذا الرجل هو شخص متميز في هذه الطائفة في بلدنا المبارك المبجل الذي نعيش فيه. وإذا جرى عليه شيء فيمكن أن يجري هذا الشيء على الآخرين جميعا، يعني ما في شيء يجري على واحد ما يجري على الآخرين. إذا مست عمامة شخص بقيمته ومكانته فيمكن أن تنال عمامة أي شخص آخر في هذه البلاد. ولذلك ينبغي أن لا يقف هذا الإنسان مكتوف الأيدي متفرجا. بعض الناس يشوف حتى الدعاء كثير، ينبغي أنه الإنسان الآن إذا شاف أخوه في لحظات محتاج نفسيا، محتاج اقتصاديا، ما وانت جالس تأكل أفضل الطعام، والفاصل بينك وبين أخيك جدار بسيط، هو يأكل الجوع وأنت تتلذذ بأفضل الطعام. هذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف يسأل، أنت وأولادك تلبسون أفضل الثياب، وأخوك ثيابه ممزقة، وأولاده ثيابهم